السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون أخوي الكرام، اليوم عندنا كيا أوبتيما 2018، تقريبا يعني مواصفاتها أقل من نصف بشوي، محركها 2400 وارد الخليج طبعا بريمي، سعره في حدود ال 64 ألف ريال. عموما أول شيء نأخذ جولة سريعة على السيارة من الخارج. طبعا جنوطها ألمنيوم مقاس 16 إنش، وهذا جنط السيارة. طبعا اول شيء نتكلم عن مواصفات السيارة، محرك 2400 سي سي 4 سلندر جير اوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك، نظام الدفع فهو دفع امامي. المواصفات الخارجية للسيارة زي ما تشوفون، جنوط الومنيوم مقاس 16 انش، طبعا ما فيها LED، ما فيها اي شيء ولا كشافات ضباب، عندكم اشارات بالمراية. وحساسات خلفية اضافة من الوكيل، عدد 4 حساسات إضافية من الوكيل وليست من المصنع. طبعا فيها كشافات ضباب خلفية تولع هنا، وعندكم 2.4، يعني فرحانين انها 2.4. زي ما تشوفون بطاقة الوقود كيا أوبتيما سيدان دفع امامي 2.4 2018 دفع امامي. طبعا كل البنزين تمشيك 13.4 كيلو، تقييم سيارة متوسط. الحين نبدأ نصور لكم المحرك ونصور لكم شنطة السيارة. بسم الله. هذا هو المحرك ال 2400، زي ما قلنا لكم صورنا لكم قبل فتره أوبتيما تقريبا مواصفاتها شبه فل، قبل يومين ثلاثه تقريبا. الحين هذه اللي عندكم 2.4، قد صورنا لكم برضو ال 2000 سي سي، تختلف ماكينتها الشكل، يختلف هنا نفس الشكل اللي موجود في السوناتا، اللي موجود في الازير الاربع سلندر، اغلب السيارات الاربع سلندر من هيونداي وكيا ال 2.4 نفس المحرك. ونروح الى الشنطة الخلفية، هذه شنطة السيارة زي ما تشوفون، هنا اغراض الكتيبات وما الكتيبات، وهنا الجنط، طبعا جنط المنيوم نفس اللي موجود برا، هذا هو. وعندكم عدة السيارة، وهذه مفاتيح السيارة اخوان الكرام، زي ما تشوفون اغلاق فتح وفتح الشنطة حركات. هذه السيارة من الامام، وهنا من الخلف، وننتقل الى الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان نتكلم بالمواصفات الداخلية للسيارة. بسم الله، نولع لكم انوار السيارة بالكامل عشان تشوفونها من الداخل. طيب، وهذه السيارة اخوان الكرام من الداخل. قبل كل شيء، قبل كل شيء صح، تذكرتوني دائما احط الورقه هذه بجنبي وانساها بعض الاحيان. طبعا زي ما تشوفون اخوان الكرام، تابعوني على حسابي بسناب شات، هذا هو زي ما تشوفون دحوم فور كارز، وعندكم على تويتر دحوم فور كارز. اللي يبغى يتابعنا تويتر عشان يبغى يسال يستفسر اي شيء، يكون على العام سؤال عام كذا على السيارات او شيء، يضيفني على تويتر عشان برضو يستفيد جميع الاشخاص من السؤال حق الاخ اللي يسال. عموما نرجع للمواصفات السياره، زي ما قلنا لكم السياره اول شيء ريموتات طبعا، وبدون دخول ذكي بدون شيء ذكي. عموما زجاج كهربائي وعمره كهربائيه بخاصيه الطي اوتوماتيكي، تحكم في مستوى الاناره الداخليه، مستوى الاناره الخارجيه، تراكشن، فتح الشنطه، فتح غطاء التانكي، وعندكم تحكم بالدركسون، نظام الصوتي بالاضافه الى بلوتوث، مثبت سرعه، التحكم في عدد الرحلات اللي باللغه العربيه زي ما تشوفون. عندكم تحكم جير اف 1 خلف المقود، تبديل السرعات زي ما تشوفون، عندكم الموجه والسالب اللي ينقص، هي طبعا 6 سرعات ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا التحكم في اناره السياره، وهنا في المساحات السياره فيها السي دي مع مدخل يو اس بي. المكيف يدوي مع فتحات تكييف خلفيه، طبعا اليو اس بي موجود هنا، واكس موجود منفذ طاقة عفوا ولاعة دخان بكرامة،
عندكم منفذ طاقة موجود، حاملة أكواب عدد 2 بالإضافة لطفاية الدخان موجودة، عندكم درايف موديل يحول السيارة من وضع الإيكو الاقتصادي إلى وضع السبورت إلى وضع النورمال. السبورت هو الوضع الرياضي، النورمال هو الوضع العادي. طبعا نجي إلى مقاعد السيارة زي ما تشوفون باللون البيج، تقريبا ميال للبيج أكثر. قماش، أنوار السقف باللون الأصفر العادي، بيت النظارة، شماسات بالإضافة إلى مراية بدون أنوار. هذه مع فتحة تكييف خلفية. هذه أبرز المواصفات اللي موجودة في السيارة اللي معنا. نتكلم عن مواصفات الأمن والسلامة. طبعا مواصفات الأمن والسلامة أخواني الكرام، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، وحساس كفرات، وإرباك للساق والراكب، وعدد 5 أحزمة أمان. منافسين الفئة للسيارة هذه، منافسين نفس الفئة، توجه على أختها اللي بنفس المحرك ونفس كل شيء بس الشكل يختلف. يعني على قولتهم أصل الدي إن إي واحد لكن الشكل الخارجي شوي مختلف. عندكم السوناتا، تقريبا هي منافسينها، طبعا مو منافسينها، هي منافس بعض، أصلا ينافسون بعض، يعني ما أدري وش السبب، يعني زي التاهو وزي اليوكن، مصنع واحد و يسوون حركات في الشكل في المواصفات شوي، يعني ممكن في ناس تحب هذه والناس تحب هذه. ننتقل إلى اليابان. مين عندكم في اليابان أخوان الكرام؟ طبعا موجود عندكم في اليابان تقريبا 3 شركات، عندكم هوندا، طبعا هم كثير شركات تقريبا 4 أو 5، لكن نذكرهم هم هوندا، أكورد، تويوتا كامري، ونيسان التيما. طبعا برضو في فئة السوبارو، هذه اليابانية شركة لابن سوبارو اللي قاسي موجود. ننتقل إلى أمريكا، عندكم من شركة جنرال موتورز اللي هي ماليبو، من شركة فورد بيوجن. هذه الفئات هي تقريبا نفس الفئة نوعا ما، سيارة متوسطة الحجم. وبرضو عندكم فلوكس واجن، تقريبا الباسات نوعا ما من نفس الفئة تقريبا، لكن ذيك سعرها شاطح شوي فوق، يعني أسعارها تبدأ معك من 90-95 ألف ريال. برضو الباسات يجي، الفولكس واجن يجي على نوعين، يجي شيء اسمه سيسي ويجي شيء عادي. سيسي يجيك شكل رياضي إلى آخره من هذا القبيل. فالفئة هذه أخوان الكرام زي ما قلت لكم، سيارات السيدان مو تعتبر متوسطة الحجم، الأكبر شوي، لأن متوسطة الحجم رسميا اللي تعتبر هي والله تعتبر تقريبا هي ما بين الكورولا الانترا، ذيك تعتبر متوسطة الحجم. صغيرة الحجم تعتبر الإكسنت، اليارس، أما الكبيرة الحجم فمشكلة، ما في تصنيف رسمي فيقولك متوسطة الحجم، لأن عندكم 460 الليكزس تعتبر سيدان، فتعتبر كبيرة. البي ام دبليو الفئة السابعة، المرسيدس الاس كلاس، الجينيسيس الجي 80 او جي 90، عفوا جي 90 هي برضو تعتبر. فيعني تقييم هذه يعني ما بين المتوسطة وما بين الكبيرة، تقدر تحط الفئة هذه هي فئة الدفع الامامي، الاوبتيما والسوناتا الى اخره. فصراحة هذه السيارة قدامكم، صورنا لكم ابرز المواصفات اللي فيها. ان شاء الله اي سيارة نصورها، اي سيارة تجي مختلفة نوعا ما عن سيارة قبلها بنصورها لكم في المعرض عشان كلكم تستفيدون، ما راح نخسر شيء، مجرد هو بالامانة نعطيكم نصائح، نعطيكم بعض المعلومات وانتم تختارون ايش تشترون، تعرفون بالسوق قبل لا يجي الشياط يلعب علي يقول لك والله فلي كامل بس والله نسيت الفتحة، عفوا مو نسيت الفتحة، والله راعيها طلبها بدون فتحة عشان الفتحة تخرب. والله موجودة، والله يا اخوان موجودة في السوق، يعني تدخل تنهبل، يعني نصابين نصابين جد، يعني انا ابن سوق على قولتهم. يجي واحد يرضى سيارة والله عندي الانترا فل كامل، طيب وش ليش قلت فل كامل؟ فيها فتحة، بس عشان فيها فتحة يقول فل كامل. طيب حبيبي فيها مثبت سرعة؟ يقول لا. فيها جنطة الكبير؟ لا. ما ادري ايش؟ لا لا لا. طيب على ايش فل كامل؟ حطيت لي فتحة خلاص سويتها في الكامل. ففي بعض الاخوان يجي للسوق للاسف ما عنده خلفيه، ما يعرف النصابين ذول، فيقول لك والله في الكامل، شاف فيها فتحه مسكين انغر انها في الكامل، وهي يعني على قولتهم لو لقى نص فل فيها مثبت سرعه تطلع فيها مواصفات احسن من هذه. فالسوق محيوس، سيارات محيوسه، ما تدري وش الفل، ما تدري وش ستاندر. ما شاء الله اذكر جت كامري كويتي عندنا في المعرض، مواصفاتها جي ال اكس، مواصفاتها افضل من الكامري حقت عبد اللطيف جميل اللي فيها فتحه، هي بدون فتحه، جاء فيها بصمه، جاء جنطه كبير، جاء كثير من المواصفات الحلوه والجميله. فما لها دخل، كل وكيل يشطح بمواصفات فراسه، والناس يلا حقين المعارض او بغض النظر حقين المعارض، ما راح نقول ما راح ندخل بذمتهم لاني محسوب عليهم،
عرفت ولا لا. لكن عموما حتى انا بعض الاحيان يعني الاحظ هذا الشيء في السوق. اذكر واحد عارض كوريلا اكس ال اي قال في الكامل والله العظيم في حراج يا جماعه الخير، هذا كلام قبل 5 سنوات أو 4 سنوات، والله انه يقول ان السياره في الكامل وهي اكس ال اي اكسكيوتيف عشان قزاز كهرب سواها فل وقر عادي. فواحد يقول له ليش سويتها يعني وين الفتحه؟ يقول والله ترى الفتحه من جد انا كان ابغى فتحه بس لان الفتحه تسرب مويه. طب قال له وين ماكينه ال 1800 على ايامها كان 1800؟ فيقول له والله ال 1800 ما هي بمرغوبه. يعني خلاص هو يسوي نفسه انه في الكامل، يصنع نفسه في الكامل، خلاص سيارته هي في الكامل لان اختياره هو فقط لا غير. فعموما اخوان الكرام حبيت اوضح لكم بعض النقاط هذه، بعض امور الغش اللي تصير في المعارض، النصب، الاحتيال على الناس بس يبغى يسوق يبغى يسوي زي كذا. عموما تبغى تعرف السيارة في الكامل، اول شيء تروح للوكالة وتسأل وش الفل اوبشن اللي عندكم اعلى نوع، هنا تجمع المواصفات الاساسية وتكتبها. يجي عليك واحد يقولك والله فل كامل لان قزاز كهرباء وفيها تخشيب وما ادري ايش، هذا الكلام ما يمشي وتنتبه منه لان للاسف السوق كبير، في كثير ناس للأسف ما عندهم ذمة. لكن إن شاء الله نسأل الله أن الله يهديهم ويهدي الجميع بإذن الله تعالى. طولت عليكم أخوان الكرام، لا تنسوا تحميل تطبيق معرض مادين، موجود الروابط تحت عندكم، حمل التطبيق على جوالك، جوالك آيفون جوالك أندرويد تقدر تحمل التطبيق تشوف آخر عروض الأسعار. اللي حبي يتابعني على سناب شات أنزل بعض الأحيان نصائح، أنزل لكم أسعار بشكل يومي، فتابعني على حسابي بسناب شات برضو موجود عندكم تحت، أو تويتر اللي حابب برضو محقين التويتر. طولت عليكم جدا بالفيديو، لا تنسون تدعمون قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.